قناتي. في هذا الفيديو نولو اختبار الفصل الأول في مادة التاريخ والجغرافيا أو الاجتماعيات للسنة أولى ثانوي لدعم مشترك علوم وتكنولوجيا. نبدأ على بركة الله بالفيديو. عندنا قال لك نبدأ بهذا، اشرح المصطلحات التالية. راح نبدأ أول حاجة بالامتيازات والانكشالية، فقط نحاول أنه كيف عندكم الألوان. عندنا الامتيازات وعندنا الانكشالية. قال لك تانيك أعرف الشخصيات التالية، قال لك شكون عثمان الأول عفوا وعبد الحميد الثاني. هادو هما المصطلحات والشخصيات. جينيرالمون في التاريخ والجغرافيا تكونوا تقراو فيها دائما يا يكون عندكم مصطلحات او شخصيات، يا يكون عندكم جداول، وبعدها تكون عندكم الوظائف المجيه اللي سير الطيح، دائما الطيح، امبوسيبل يكون عندكم فرض ولا اختبار وما يكونش فيه وظائف ادماجيه. عندنا تانيك خرائط، يقدر يكون عندنا خرائط. قال لك على خريطة العالم المرفقة وقع 3 دول كانت في علاقة عداء مع الدولة العثمانية. احنا على بالنا بلي الدولة العثمانية كانت عندها علاقات عداء، لهذا نحاول انه نحطه في الخريطة تاعنا تاع العالم، نحطه فيها 3 دول كانت في هاد العلاقة بيناتهم، يعني كانت بيناتهم مش كانت بيناتهم، كانت بيناتهم علاقة عداء، هاد العلاقة هي اللي تشكلت بيناتهم. اذا راح نشوفوا في الجزء الثاني واش كاين. قال لك السند، يعطيونا السندات، انتم لازم تستعينوا بالسندات تاعكم باش يفيدوكم خلال لما تكونوا تقراوا او لما تكونوا تديروا في المطلوب تاعكم، ولما تكونوا تحطوا في الوظائف الادماجيه تاعكم تحاولوا تقراوهم مليح مليح. وش هنا؟ بقدر ما كانت الخلافة العثمانية عامل توحيد للعالم الإسلامي وإبراز لقوته، إلا أن بعض الممارسات الداخلية كانت تحمل عناصر التشتت والانهيار من جهة. يعني كان في الخلافة العثمانية عناصر التشتت وكان فيها انهيار حافزا لتنامي الضغوط الخارجية من جهة أخرى. عندنا بعد فتح القسطنطينية سنة 1453 على يد شكون؟ على يد العثمانيين، هم اللي فتحوا القسطنطينية. هذا الحدث الذي جعل منها قوة عسكرية على الساحة الدولية، وهو ما فرض عفوا على الدول الأوروبية أن تربط علاقات مختلفة معها، منها ودية وأخرى عدائية. يعني كانت علاقات جيدة وكانت علاقات عدائية، واللي سبق أنه قلت لكم يعني عليها باش نديروها في الجدول، يعني نحطوها في الجدول اللي رانا عفوا في الخريطة اللي قلنا عليها تاع العالم. هذا بالنسبة للعلاقات تاعنا الودية والعدائية. نكمل انا يا زيد، نحط لكم عندنا في المطلوب. قال لك اعتمادا على السند ومن خلال مكتسباتك القبليه، لازم تعتمدوا على السندات، لازم تعتمدوا على المكتسبات القبليه. واش لازم ديروا؟ لازم تكتبوا مقال. هذا المقال لازم تراعيوا فيه المنهجيه، لازم مش تراعيوا فيه، لازم لما تكونوا تكتبوا في المقال تاعكم لازم تراعيوا المسمى بالمنهجيه نتاع واش نتاع كتابه مقال. تحاولوا انكم تراعيوا المنهجية. هذا بالنسبة للمقال التاريخي، تحاولوا انكم تراعيوا المنهجية. نروحوا نشوفوا في المطلوب. نقولوا بلي عندنا طبيعة العلاقات الدولة العثمانية مع القوى الأوروبية فرنسا روسيا، هادو لازم تذكرهم. وتانيك وش عندنا في المطلوب؟ تانيك أسباب انعقاد مؤتمر برلين، هذا تانيك أحد المطلوبات اللي قلنا عليهم باش نكتبوهم في المقال. قال لك هنا يا في الجغرافيا، هنا وش عندنا في الجغرافيا؟ عندنا الدائرة النسبية. قال لك اشرح المصطلحات التالية شكون هما. عندنا الدائرة النسبية لكم تشوفوا فيها قدامكم، وعندنا المنحنى البياني. في استنتاج علاقة بين الأشكال البيانية والجدول الإحصائي لازم تستنتجوها، هذه العلاقة اللي تكون بين الأشكال البيانية وبين الجداول الإحصائية. لازم تحطوا بالكم في السؤال كي تعودوا تقراوه، لازم تعرفوا بلي كاين علاقة
بين الأشكال البيانية وبين ذلك بين الجداول الإحصائية. هذو لازم تكون على بالكم بها قبل ما تروحوا الاختبار، بلاك يكون عندكم سؤال وارد عليها. إليك جدول يمثل مساهمة القطاعات الاقتصادية. شكون القطاعات الاقتصادية؟ في النتاج الداخلي الخام للولايات المتحدة الأمريكية عام شكون؟ عام 2017. وش عندنا؟ عندنا القطاع وعندنا الخدمات. تلاحظوا باللي هنا الخدمات النسبة تاعها المئوية كانت 80.20، في الصناعة كانت 18.19، وفي الفلاحة كانت 0.90. في المطلوب تاعك وش قالك؟ قالك مثل معطيات الجدول بدائرة نسبية، يعني نحطوا الدائرة النسبية تاعنا مالقري ماهيش مسكمة هنايا، ونحطوا الأجزاء تاعها، ونحطوا شكون كان غالب عليها. هذا بالنسبة للدائرة النسبية وكيف نتعاملوا معها. نمحي فقط واش كنت دايره. نعود نوليو. قال لك إليك جدول، هنا نمثلو كيما قلت لكم معطيات الجدول. واش الدائرة النسبية تاعكم؟ شكون القطر تاعها؟ حيكون نصف القطر تاعها 3 سنتيمتر. هنايا عندنا إليك جدول يمثل نسبة سكان الريف في الجزائر من سنة 1970 إلى 2019. عندنا سنوات وعندنا النسبة. نلاحظوا هنا النسبة تاع 1970 كانت مقدرة ب 60.5، في 1980 كانت النسبة مقدرة ب 56.46، في 1990 كانت النسبة مقدرة ب 47.91، في 2000 كانت 40.08، في 2010 كانت 32.46، وفي 2019 26.81. مرك يعني نغطي لكم الكتبة، مي معليش حاولوا فقط كيف نديرو. المهم عندنا إحصائية، هذا المصدر من إحصائيات البنك الدولي. انتوما ما يهمكمش المصدر قد ما يهمكم المطلوب تاعكم انكم تنفذوه بشكل جيد، بشكل جيد. فهمتوني؟ لازم يكون المطلوب تاعكم راح تنفذوه بشكل جيد. جيد هنايا نمحي فقط وش لكم. المهم عندنا هنا قالك استقرأ، نحاولوا نديرو هنايا. قالك استقرأ الجدول بمنهجية صحيحة. لازم تكون المنهجية عندك 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 لاباز في المنهجية، عندك هاد المنهجية بزاف لازم تكون عندك لاباز فيها. ما عندكش لاباز لازم تدير فيها لاباز. المنهجية راهي حاجة خلاف خلاف خلاف، لازم تعاودوا انكم تقراوها. هنايا في التصحيح نبداو بالتاريخ. في الشرح تاع المصطلحات نبداو بالانكشارية. انكشارية وش هي؟ هي الجنود الجدد، اقوى فرق الجيش العثماني واكثرها نفوذا، افرادها من اسر الحروب والاطفال الذين يتم تنشئتهم على النظام العسكري وتربيتهم تربية اسلامية. عندنا في مؤتمر برلين، مؤتمر أوروبي استعماري عقد في ألمانيا، الأول في 1878 والثاني في 1884، بس كان عندنا الأول وكان عندنا مؤتمر برلين الثاني، يعني حتى تلقاو زوج، تصادفوا زوج مؤتمرات، حيث ناقش الصراع الأوروبي وكيفية تقسيم ممتلكات الدولة. انتوما كي تكونوا تعرفوا في المصطلحات، الحاجة الأولى اللي لازم نركزوا عليها كي تكونوا تعرفوا في المصطلحات سيكو انكم تحاولوا كي تكونوا تعرفوا في المصطلحات انكم تعرفوهم بطريقة يعني لبقة. كيفاش معناتها؟ ما تروحش تقول لي الماء هو ماء والله اي شيء من هذا القبيل، شو راك تشبه موسى الحاج بحاج موسى؟ كيف كيف انا نحوس تعريف دقيق. مثلا نقولوا ماء هو سائل، وش الطبيعة تاعو؟ الطبيعة تاعو سائل. الطبيعة تاعو تانيك انه وش هو تانيك؟ انه شفاف اللون تاعو، نذكروا على ماذا يحتوي اكسترا. هذو ما اللي نحوسوا عليهم احنا في التعريفات، هكذاك في التعريفات تاع التاريخ والجغرافيا. تحاولوا الانكشاري وش هما؟ هما جنود الجدد. وش داروا؟ ولا وش هاد الجنود الجدد؟ انا مازلت ما فهمتش. هما اقوى فرق الجيش العثماني واكثرها نفوذا. الافراد تاعها من واش مدايره؟ افرادها متكونه من اسرى الحروب والاطفال كما قلت لكم المكونات تاعها.
وش الحوايج اللي يركزوا عليهم؟ يركزوا عليهم تنشئتهم على النظام العسكري وتربيتهم تربية إسلامية. هذا كامل داخل في التعريف. هكذاك في المؤتمر الأوروبي أو مؤتمر برلين، مؤتمر أوروبي استعماري، وش الطبيعة تاعه؟ هي طبيعة استعمارية. لا والله وين كان؟ عاد في ألمانيا. نذكر السنوات إذا كانت موجودة السنوات. وش صرا فيه؟ ناقش الصراع الأوروبي العثماني وكيفية تقسيم ممتلكات الدولة الأوروبية وهي عفوا العثمانية وهي رايحة. يعني نحاول نركزوا التركيز كامل حول الوسم تاعنا. نهبطوا عندنا شخصيات عثمان بن عثمان الأول، هو عثمان بن أرطغرل، نذكروا الاسم الكامل تاعو، واضع النواة الأولى للإمبراطورية العثمانية التي سميت باسمه. حكمه سنة 1259 حتى 1824. كذلك عندنا عبد الحميد الثاني، بويع بالخلافة في أوت 1876. يعني قلت لكم كي تكون عندكم التواريخ اذكروا لي التواريخ، ما تخلوش فارغة عندكم. عمل على توحيد القوى الإسلامية لمجابهة الاستعمار من خلال الجامعة الإسلامية. وكذلك أعماله وش كان داير؟ كان سكة حديدية الحاجز وقرار رفض توطين اليهود في فلسطين. عندنا تعيين ثلاث دول، الدول هما النمسا، روسيا، إسبانيا، هذول اللي كانت معاهم في علاقة عداء. عندنا في الجزء الثالث واللي نسموه بمنهجية كتابة واش، منهجية كتابة مقال. هذا المقال على واش يحتوي؟ هذا المقال يحتوي على وش لازم يكون فيه؟ هذا المقال لازم يكون فيه مقدمة، لازم يكون فيه عرض، لازم يكون فيه خاتمة. خدمتكم ما لازمش تكون مدايرة، لازم تكونكم منظمة. نبدأ بالمقدمة، المقدمة اللي لازم اللي تركزوا لي عليها. وش لازم نديرو؟ نديرو لها تمهيد للموضوع ونطرحوا فيها الإشكالية. الإشكالية هذه مين نجيبوها؟ نجيبوها من التعليمة. لها كلكم لازم تقراو مليح التعليمة، لازمكم مليح مليح تقراو التعليمة. المهم نمحي هنا برك باش يبان لهم كاين اللي ماشي يبان لهم. المهم عندنا هنايا قالك في العرض وش لازم يحتوي العرض تاعنا؟ لازم يحتوي على طبيعة العلاقات الدولة العثمانية المذكورة مع القوى الأوروبية. عندنا وش عندنا؟ عندنا فرنسا، عندنا النمسا، وعندنا روسيا. فرنسا وش كانت معها؟ كانت علاقات سلم ثم تحولت إلى عداء. النمسا كانت عداء، روسيا كانت عداء. عندنا ذلك أسباب انعقاد مؤتمر برلين، تهدئة الأوضاع التي حدثت بعد الحروب، طبح فرنسا وبريطانيا، إعلان استقلالية تامة لدول البلقان، وإعادة النظر في نصوص سان ستيفانو. لازمكم مليح مليح تركزوا باللي كي تلقاو هاد العفايس هنايا في الفروض والاختبارات، حاولوا أنكم تديروا عليهم دائرة بالأحمر، وحاولوا أنكم تحفظوهم حفظ تام بأتم معنى الكلمة. يعني لازم تحفظوهم، لازمكم انكم تحفظوهم. المهم وش عندنا؟ كما قلنا لازمكم انكم تعودوا تحفظوهم. عندنا في الخاتمه، الخاتمه راح تكون عباره عن واستنتجت كامل وصاي هذا المكان، ما راح تناولوا فيها حتى حاجه. في الشرح تاع المصطلحات تاع الجغرافيا عندنا الدائره النسبيه، عندنا المنحنى البياني. الدائره النسبيه وش هي؟ عباره عن دائره تمثل فيها ظاهره في شكل الزوايا. المنحنى البياني هو عبارة عن خط بياني يرسم بغية إبراز الظاهرة المراد تمثيلها إحصائيا، ويتفاوت صعودا ونزولا حسب أرقام الجدول. في الاستنتاج تاع العلاقة بين الأشكال البيانية والجدول الإحصائية اللي لازم تركزوا عليها مليح مليح، وش لازم نديرو؟ لا نستطيع تمثيل شكل بياني دون إحصائيات أرقام الظاهرة المراد تمثيلها. في التمثيل البياني عندنا الدائرة النسبية، نروح نديرو تعليق عليها كامل كما راهي. جدول إحصائي مثل نسبة كذا 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 كذا، في التعليق كيفاه راح تتناولوا. هنحاول كيفاش نلونها لكم كامل باش نبدا نشرح فيها. عندكم هنايا كي تكونوا ديروا في التعليق على الجدول اللي لازمكم انكم تعرفوه مليح مليح. هنا في الجدول الإحصائي لازم تروحوا تعرفوا وش تمثل هذا الجدول الإحصائي، مثل لكم نسبة تعواش في تعواش في الإحصائيات، كل شيء لازم تذكروه. يعني لازم تذكروا لي التعريف كامل. كذلك تعرفوا بلي
لازم تذكروا لي وش صرا في الجدول ولا وش لاحظتوا في الجدول، لاحظتوا ارتفاع، لاحظتوا انخفاض، لاحظتوا اي حاجة، لاحظتوا تساوي بين النسب الى اخره، وتكتبوا لي راجع الى واش، راح تذكروا السبب، راح تذكروا لي السبب، لازم تذكروا لي السبب. هذا كامل من اجل الحصول على العلامة الكاملة في التاريخ والجغرافيا بطبيعة الحال. شاء الله يكون عجبكم الفيديو وسفتم ولا بالقليل. تلقوا في فيديو قادم بإذن الله مع شروحات أخرى. مع السلامة.